أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من أسئلة على الإيمان، ومعنا أيضا ضيفنا الكريم جناب القمص زكريا بطرس. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. وصلتنا أسئلة كثيرة أيضا في هذه الحلقة، لكن سنستطرد عن نفس السؤال الذي أنهينا فيه الحلقة الماضية. هل يستطيع الإنسان أن يقول وتساءل لماذا يا رب فعلت هذا؟ بالتأكيد يستطيع الإنسان أن يسأل ويقول يا رب لماذا فعلت هذا، لأن مش من باب الاعتراض أو الاحتجاج، لكن من باب المعرفة. نعم. فالله خلق الإنسان عاقل، والعقل من حقه أنه هو يعرف. نعم. مش ممكن ربنا بعد ما يخلق العقل يعطله، فلازم يفكر. فدي القضية الحقيقة اللي احنا بنجد نفسنا يعني بنواجهها. يعني الناس السلفيين يعني هي كده، نعم، ومحدش يتكلم وربنا قال وخلاص، وما حدش يقدر يفكر. ولا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسيئكم. مش حرام ومش ممنوع أن الإنسان يتساءل من باب المعرفة؟ لازم. نعم لازم. إيه اللي بيفرق الإنسان ولا مؤاخذة عن الحيوان؟ نعم. يقول لك إنسان في كرامة ولا يفهم يشبه البهائم التي تباد. فالمفروض ربنا أدى الإنسان عقل عشان يستخدمه، فمش عيب الإنسان يسأل. نعم. سؤال قد يكون جريء إلى شخصك أنت موجه من العديد من القراء، ما شأنك ودراسة هذه المواضيع الإسلامية، وخاصة أنك تعترف شخصيا وتقول أن موضوع الناسخ والمنسوخ هو موضوع شائك، وأنت تعلم أنه موضوع خطير أيضا. سؤال جريء وحلو، فضل. ونرد عليه بأكثر جرأة أيضا. فضل. طالما إحنا الإنسان بيعبر عن رأيه بحرية. نعم. فأولا الله وهب الإنسان عقل، والإنسان عنده حب استطلاع. نعم. وإحنا موجودين في السوق، يعني أنا إنسان عندي ميل شديد جدا لحب القراءة. نعم. فبنزل المكتبة بلاقي الكتب فبشتري وبدرس. إلى جوار إن أنا بصفتي كاهن بتوجه إلي أسئلة كتير. نعم. يعني واحد مرة قال لي أنت ليه ما تعتنقش الدين الإسلامي؟ من حق. نعم. وانا برضو من حق ان انا اجاوب. نعم. شيخ بحضر. فاذا عشان خاطر اقدر ارد على الانسان رد منطقي، ممكن ارد عليه اقول له انت مالكش دخل، بس مش ده العقل، مش احترام العقل. نعم. لكن زي ما هو سال ارد عليه رد منطقي وعقلاني. نعم. اقول له عشان كده وعشان كده وعشان كده. فمن ضمن الامور اللي انا درستها، انا نشات مسيحي وعشت في بيت مسيحي، انت راجل نشات في بيت مسلم، لكن فكرت ورجعت نفسك ودرست وخدت طريقك. انا انسان نشأ في بيت مسيحي لكن قدامي اديان، يا ترى ايه الدين الصح؟ نعم. فكان لابد ان انا اخد طريق، والا كنت هعيش حياه عاديه. نعم. فعشان كده كان لازم ادرس، وبعدين تشجيع الدنيا كلها على الحوارات وحوار الاديان مما يضطرنا إلى دراسة الدين والدين الآخر ومعرفة كل شيء. نعم. هناك أيضا سؤال آخر، أنه إن كان الله قادر أن ينسي أن ينسي النبي بعض الآيات، فأليس الله قادر أن ينسي جميع الناس أيضا هذه الآيات؟ هو الحقيقة دي مشكلة يعني. نعم. بالتأكيد، لأن أحيانا كانوا الناس الرواح اللي حفظوا عن النبي محمد حفظت القرآن. نعم. حفظوا آيات. نعم. وبعدين بصوا لقوا الآيات ديت في آيات تانية مغايرة تماما. قال طب تسألوا هي كده ولا كده. نعم. فكانت الفكرة اللي هي يعني قيلت ان الله بيغير. نعم. ويبدل في كلامه
وما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها ومثلها. كان في ناس متذكرين آيات قرآنية نعم وراحوا يقولوها للرسول فقال لهم لا دي نسخة البارحة. أمثلة كتير قوي قوي في كتاب الناسخ والمنسوخ، كل كتب الناسخ والمنسوخ مليئة بمثل هذه الأمثلة. أخبر حضرتك طب أنت نسيت، الناس فاكرة مش أخبر حضرتك نعم. وفي أحيانا كانوا يفتكروا بس مجرد مطلع الصورة فيروحوا يسألوه نعم. في مرة راحوا مجموعة تسأله وبعدين قال لهم لا دي نسخة البارحة، يقول لك كده بعد ما انتظر ساعة قال لهم نسخة البارحة. فمشكلة الناسخ والمنسوخ السبب ان ما حدش راضي يناقشها وعمل لها عملية تعتيم ان في حاجات ما لهاش حلول. نعم، فهناك في الواقع انا اتساءل شخصيا هل هذا من الله موضوع التنسية أو النسيان، وهل يعقل أن الله ينسي الآن ولا ينسي باستمرار؟ ننتقل إلى سؤال آخر أيضا من واقع دراستك، هل يمكن أن توضح لنا لو جاء موضوع هذا الموضوع في مجرد آية سورة أو سورتين أو في سور كثيرة؟ موضوع إيه بقى؟ عن موضوع المنسوخات في القرآن. أها. نعم. موضوع المنسوخ في القرآن مع دراستي فيه موضوع مش هين، موضوع كبير قوي. نعم. والموضوع الجمهرة من علماء الإسلام قسموا الناسخ والمنسوخ إلى في الصور إلى أقسام. نعم. اللي لقوها الصور اللي لقوا فيها ناسخ واللي لقوا فيها منسوخ أسماء الأقسام. يعني هل الموضوع ده ذكر في آية واحدة أو في سورة واحدة أو في سور كثيرة؟ سور كثير. في سور كثير كام يعني، واحدة اثنين؟ لا، في حوالي 71 سورة نعم مذكور فيها المنسوخات. تفضل. قسموها ازاي بقى؟ 6 صور ذكر فيها ناسخ ولم يذكر فيها منسوخ. نعم. 6 صور اللي هي الفتح، الحش، المنافقون، التغابن، الطلاق، الأعلى. نعم. دي فيها ناسخ ومفيهاش منسوخ. 25 صورة ذكر فيها ناسخ ومنسوخ. نعم. منها البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال والتوبة وإبراهيم والكهف ومريم والأنبياء. 25 واحدة صورة. نعم. فيها ناسخ ومنسوخ. 40 صورة ذكر فيها منسوخ وليس فيها ناسخ. 40 صورة فيها منسوخات. الأنعام، الأعراف، يونس، هود، الرعد، الحجر، النحل، الإسراء، الكهف. 40 صورة بهذا الشكل فيها منسوخ وليس فيها ناسخ. الصور اللي باقيه بقى خاليه من الناسخ والمنسوخ مجموعها 43. القران كله كم صوره؟ 114. لما تطرح 43 من 114 هيفضل 71 صوره شملها الناسخ والمنسوخ من القران. نعم. كتير، عدد كبير ناسخ ومنسوخ. مشكلة. نعم. مشكلة بيواجهها الفكر الإسلامي ولا بد أن يصل فيها إلى حل. ليه؟ لما أصلا فيها آية بتقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافات كثيرة. فأنت تقول الآن أنه يوجد اختلافات كثيرة. 71 صورة. نعم. هم مذكور فيها الناسخ والمنسوخ. نعم. فيها ناسخ ودي فيهاش منسوخ، وفيها منسوخ وفيهاش ناسخ، وفيها ناسخ ومنسوخ مع بعض. 71 آية حاجات متناقضة ومنسوخة. نعم. طب مش تختلف. نعم. فدي مشكلة وقضية يعني لازم يواجهها العلماء. مش ممكن أبدا علماء المسلمين
يتجاهلوا قضية حيوية بهذا الشكل. نعم لازم. نعم أنا أذكر أنه مكتوب تعرفون الحق والحق يحرركم. أهي. فنحن نطرح هذه الأسئلة كيما تقول أجوبتها إلى مجد الله. سؤال آخر، عرفنا عدد الصور التي فيها ناسخ ومنسوخ، فكم عدد الآيات التي جاء فيها المنسوخات في القرآن؟ الآيات نعم كثير طبعا كتير. لما 71 صورة الآيات اللي فيها، يعني أنا هنا بنقل كلام الشيخ إبراهيم البياري في كتابه تأريخ القرآن. تأريخ تأريخ نعم. القرآن في صفحة 168 نعم. عن الآيات اللي شملها الناسخ والمنسوخ يقول كده: قد عد الناظرون في هذا نحو من 144 موقعا، هو ذكر بس 60 موقع. على سبيل المثال أنا عملت لها حصر الآيات اللي حصرها اللي كتبها، يعني لقيت 20 صورة نعم. اتغير فيها آية واحدة، آية واحدة اتغيرت 20 صورة، 18 في صورة اتغيروا فيها كل صورة آيتين، 6 صور اتغير كل صورة 3 آيات، 3 صور اتغير في كل صورة منها 4 آيات، صورتين اتغير في كل منها 5 آيات، صورتين اتغير في كل منها 6 آيات، صورتين اتغير في كل منها 7 آيات، صورة اتغير فيها 8 آيات، وصورة اتغير فيها 9 آيات. ممكن تذكر هذه الصور؟ بالتأكيد من حقك. تفضل. الصورة اللي اتغير فيها 8 آيات صورة يونس. نعم. والصورة اللي اتغير فيها 9 آيات صورة المائدة. نعم. والصورة اللي اتغير فيها 10 آيات صورة آل عمران. والصورة اللي اتغير فيها 11 آية صورة التوبة. واللي اتغير فيها 15 آية سورة الأنعام، واللي اتغير فيها 24 آية سورة النساء، واللي اتغير فيها 30 آية في سورة واحدة سورة البقرة، يبقى مجموعهم 229 آية. ده في كام؟ في 60 موقع ذكرهم إبراهيم البياري، وهو قال إن فيه 144 موقع بهذا الشكل. تصور النتائج وادي لو عملت لها متوسط وجمعتها. لا أستطيع إلا أن أذكر إحدى الآيات التي قالت: إنا أنزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. طيب حلو. طب بس فين الحفظ؟ نعم ما هو ما دي من الحاجات اللي هي ينبغي إن احنا يعني نفكر فيها برضو. نعم. لأنها ثغرة من الثغرات. نعم. أمور خطيرة تطرح نفسها بنفسها. يعني اتهيالي الجماعة اللي في الأزهر العلماء ده دورهم. نعم. انهم يشرحوا ويفسروا ويوضحوا للشعب، للمجموع اللي عايز يفهم ويعرف واللي بيحترم عقله. وإلا حتبص تلاقي ظهر جيل في الإسلام الشباب كله اللي عايز يفهم ترك الإسلام. ليه؟ لأنه ما بيفهموش. في سؤال آخر أيضا، هل هناك أكثر من نوع من المنسوخات أو فقط نوع واحد؟ لا، هو طبعا فيه علماء الناسخ والمنسوخ بيقسموا الناسخ والمنسوخ في القرآن في 3 أنواع: ما نسخ حكمه وبقي حرفه، وما نسخ حرفه وبقي حكمه، وما نسخ حكمه وحرفه. ماذا يعني هذا؟ ما نسخ حرفه وبقي حكمه، يعني الحرف اللي هو النص يعني. نعم. موجود في القرآن. لكن نسخ حكمه يعني ما عادش بيعمل بيه. نعم. النص موجود وما بتعملش بيه، والعكس. نعم. الحكم موجود بيتعمل بيه والنص مش موجود. وفيه آيات لا هي موجودة ولا نصها موجود،
ونسخت. يعني لا توجد في القرآن الآن. القرآن المتداول الآن. المتداول الآن. هل يمكن أن تذكر لنا أمثلة تثبت على هذا الكلام؟ لكل نوع. نعم. من النوع الأولاني. نعم. النوع الأولاني اللي احنا قلنا عليه اللي هو ما نسخ حرفه وبقي حكمه. نعم. يعني حرفه يعني مش موجود في القرآن. نعم. لكن لازال معمول به. مثلا مثلا رجم الزاني والزانية. رجم الزاني والزانية. ابن الجوزي يقول في كتابه نواسخ القرآن صفحة 35 قال عمر ابن الخطاب بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. فعمر بيقول قرأناها ووعيناها وعقلناها ورجم رسول الله ورجمنا بعده. وأكد عمر كلامه قائلا ولولا أن يقول قائل زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي. ده الكلام ده مذكور في كتاب ابن الجوزي نواسخ القرآن. نعم. صفحة 35. وعن إمامة ابن سهل إن خالته قالت لقد أقرأنا رسول الله آية الرجم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة وهي غير موجودة بالقرآن. الكلام ده موجود في كتاب جلال الدين السيوطي الإتقان في علوم القرآن الجزء الثاني صفحة 26. يبقى لازال يرجم الزاني والزانية لكن تقول النص بتاعها فين في القرآن؟ يقول لك كان موجود واتنسخ. هل لديك أي أمثلة أخرى؟ بالتأكيد أمثلة كتير. غريب. أمثلة كتير. ما دي المشكلة يعني عشان كده بقول إن مشايخ الإسلام زي ما قال للراجل في المجلة. نعم. إنهم بيتفادوا ويتحاشوا الكلام عنه. مثلا موضوع رضاعة الكبير. رضاعة الكبير. رضاعة الكبير. في صحيح مسلم حديث رقم 3670 باب الرضاعة هذا الكلام قالت السيدة عائشة كان فيما أنزل 10 رضاعات معلومات فنسخنا 5 معلومات وتوفى رسول الله وهي مما يقرأ في القرآن. طفين هي دلوقتي ما فيش رضاعة. ويؤكد الإمام أبو جعفر النحاس في كتابه الناسخ والمنسوخ هذا الكتاب. نعم. صفحة 125. نعم. أن السيدة عائشة ظلت على موقفها تقول برضاع الكبير. ويحكي ابن الجوزي قصة رضاعة الكبير. إيه حكاية الكبير دي؟ في كتاب نواسخ القرآن صفحة 37 عن السيدة عائشة أنها قالت آية رضعات الكبير كانت في ورقة تحت سرير بيتي فلما اشتكى رسول الله مرض يعني تشاغلنا بأمره فأكلتها ربيبة لنا شاه. نعم. فتوفى رسول الله وهي مما يقرأ في القرآن. ايه رضاعة الكبير دي بقى؟ ابو جعفر المنصور النحاس بيحكيها في الكتاب ده صفحة 124 بيقول قالت السيدة عائشة انه جاءت سهلة ابنة سهيل الى رسول الله واحدة جات لرسول الله فقالت إني أجد أبي حذيفة. أبي حذيفة ده جوزها
مستاء إذا دخل علي سالم. سالم ده كان مولى عندهم ومتبنيينه. فلما نزلت الآية بتاعت إلغاء التبني عشان قصة زيد ابن حارثة، فكل واحد كان عنده ابن متبنى لغى البنوة. طب الناس كبرت في البيت وبقوا من قلب البيت، فابتدى أبو حذيفة يغير من الولد على مراته، فيقول لها ما يخش الراجل ده هنا، ما يدخلش. فراحت للرسول قالت له جوزي بمستاء من دخول ابننا اللي احنا كنا متبنيينه، فأعمل ايه؟ قال لها ايه الرسول بقى؟ قال لها، انا اسف ان انا اقول الكلام ده قدام المشاهدين يعني اسف، لكن زي ما بيقولوا لا حياء في الدين. فقال لها ارضعيه، يعني رضعي سالم هذا. ليه؟ عشان يبقى زي ابنك فيحرم عليك، فجوزك ما يتضايقش. قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ قال النبي ألست أعلم أنه رجل كبير؟ وبتقول القصة إن سهيلة بقى رجعت للرسول بعد كده وقالت له والله يا رسول الله، والله يا رسول الله ما عدت أرى في وجه أبي حذيفة شيئا أكره. يعني إيه؟ مشت العملية. رضعت الكبير دي مشكلة. يعني أنا مش عارف، يعني حقيقة الواحد لما بيقعد يتصورها كده وفكر فيها مشكلة. عشان كده بقول لك إنهم ما بيقدروش يجوا ناحية الناسخ المنسوخ. بناء على ذلك قال عروة إن عائشة كانت تأمر أختها أم كلثوم وبنات أخيها أن يرضعن الرجال الذين تحب أن يدخلوا عليها. الكلام ده موجود هنا في صفحة 124. 124 في الواقع هذه أشياء ذكرها ليس مشرف أبدا. لذلك أنتقل إلى السؤال الذي يليه، هل عن النوع الثاني من الناسخ والمنسوخ أيضا؟ النوع الثاني من الناسخ والمنسوخ ما نسخ حرفه يعني مش موجود وبقي حكمه. نعم. بيحكموا به، يعني الآية موجودة في القرآن ولا يعمل بها. نعم. أي ألغي العمل بالآية القرآنية رغم أنها مكتوبة في القرآن الحالي. نعم. يقول إبراهيم البياري في كتابه تاريخ القرآن صفحة 168 أنه يوجد نحو من 144 آية بهذا الشكل، وذكر بالتفصيل 60 آية منها فيها 229 حكما منسوخا مع بقاء كتابته بالقرآن. وهل لديك بعض الأمثلة؟ طبعا. آية السلم مثلا، آيات السلم في القرآن. نعم. 124 آية لا زالت موجودة في القرآن ومكتوب، لكن ما بيعملوش بها. ليه؟ لأنها اتنسخت بآية أخرى. آيات السلم مثلا زي إيه؟ سورة الأنفال 61 وإن جنحوا للسلم فاجنح له، وآل عمران 20 وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. الآيات دي كلها اتنسخت قاتلوا المشركين في التوبة 5، والتوبة 29 قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله إلى آخره ولا يدينون دين الحق اللي هو الإسلام من الذين أوتوا الكتاب اللي هم النصارى واليهود. واضح؟ نعم. ابن العربي قال إيه؟ كل ما جاء في القرآن من آيات الصفح عن الكفار والتولي والإعراض والكف عنهم منسوخة بأية السيف، وهي إذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين
فهذه الآية الراجل بيقول ابن العربي نعم. نسخت 124 آية، والكلام ده موجود في السيوطي الجزء الثاني صفحة 24. آية واحدة فقط نسخت 124 آية. 124 ده مثال، مثال واحد. تصور هل لديك أي شيء عن التضارب والتناقض في الحاجات دي؟ نعم. ما 124 بتتكلم عن السلم، وآية واحدة بتناقضها وتقول اقتلوهم. وعلى هذا الغرار الكثير. نعم. آيات متناقضة. هو طبعا في النوع الثالث والأخير بقى، أنا أتهالي أنه هيحتاج لحلقة لوحدها علشان خاطر نتكلم فيها. نعم. لإيضاح النوع الثالث اللي هو لا هي موجودة ولا حكمها موجود. نعم. لا هي موجودة ولا حكمها موجود. لقد طب ما اللي عرفنا ازاي؟ لان النبي نبي الاسلام محمد قال انها قد انزلت عليه وانها كانت موجوده في اللوح المحفوظ. ايضاحها ممكن احنا ناخد فيه حلقه ثانيه لو تحب يعني. تفضل. انا قد ازف الوقت تقريبا، هل تستطيع ان تعطينا اجازا نكمله في الحلقه القادمه؟ بالضبط. وإحنا عايزين نتكلم في الحلقة القادمة بمشيئة الله يعني عن تفصيل هذا النوع. نعم. الآيات اللي مش موجودة وحكمها ما فيش، وعلماء الناسخ والمنسوخ بيقولوا إنها آيات كانت موجودة، طب اتشالت ليه؟ هو ده اللي إحنا عايزين نفحصه. نعم. بأكثر تدقيق الحلقة الآتية. شكرا جزيلا. وأعزائي المشاهدين، يسعدنا أيضا أن نرحب بجميع أسئلتكم، وشكرا لله الذي يتيح لنا هذه الفرصة أن نتكلم بحرية وطلاقة مواضيع فعلا حساسة، تساؤلات كثيرة كنت أسألها أنا شخصيا وقد نستطيع أن نجيبها. شكرا لكم، واللقاء في حلقة أخرى. شكرا جزيلا. شكرا.